سعد لي مساكم. اليوم الفيديو أصدقائي راح نفجر فيه الـ AKM الثلجية، أول سلاح مطور راح يكون عندي. وكمان أصدقائي حابة أتشكركم كتير على الشعبية، صارت عندي 17,900,000، وشكرا كتير 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 للداعمين الموجودين عندي بالتوب 10. Thank you. وكمان تفاعلات الأخيرة كمان شكرا كتير لكم، شكرا كتير لدعمكم لألي، وأنا عن جد كتير بحبكم. وكل يوم رح اختار 3 عشوائيين من اللي قاعدين بيدعموني ونلعب سوا جيم، واتشكرن على الدعم. وانا كمان يا جماعه، انا هدينا ان انا جيفار العلي اللي واقف جنبه، انا بس بوسوا على اسمي وانا كمان دعم، انا حرام درويش. هلا خلونا نفتح الاكيم. ينقول بسم الله بنفتح اول 10، بعرف ما رح يجي شيء بس يلا هاي فكت النحس. حلو، شكل الحظ معنا. أول 10 طلع لي الخوذة. حلو، بدنا الـ AKM. هلا الضربة AKM. والله جتنا اللبسة. عادي عادي، عم بضحك على حالي. هلا الـ AKM. هلا هلا هلا. فاتحة حسابي بأيفون جيفارا، لأنه جيفارا فتح الـ AKM ومن أول 100 ضربة قلجت عنده الدولاب الحظ، طلع له 3 مرات الـ AKM، تخيلوا، وكمان طلع له 400 ريال بس بـ100 ضربة. ويمكن كمان نفس الانفور الرحال، على فكرة انفور الرحال طلع لي إياه مرتين مع 15 ميتيريال بـ 9000 شد طلع لي. يعني الاثنين طورن على الكل مسج مع السكار، تخيلوا. بعد الكل مسج باثنين أنا بعد الكل مسج كمان. يا جماعة ادعولي ادعولي حظي يطلع مثل حظه. هلا 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 رح يجيك الاكيم، دوس يلا 10 ضربات يلا. الخوذة حلوة كثير بس ماني مبسوطة عليها، يعني تجيني 3 مرات ورا بعض. تخيلوا الـ AKM 3 مرات ورا بعض. كان يالي. شكل جيفارا المحظوظ من الايباد. ايش قصة الخوذة عم تطلع لي كل مرة؟ يا ريت فيني اوزع، ان كان عطيتها كل المتابعين. خلينا نشوف شو اكثر كم مره فات لي. 120. هلا كنت قلتي فرحان. لا لهون وبس، حظي بشع بشع كتير. لك حتى ميتيريال وحدة، لك ميتيريال ما عطوني.
هو على 200 ضربة رح تجي الـ AKM رح تجي، بس بلكي قلت بلكي قبل الـ 200 تجيني الـ AKM بصيروا تنتين بكسب 300 ريال مجانا. حظي زفت. تعي خي جربي حظك نانو. شو؟ إيه ما راح تجاهل 10 ضربات، فتحة 180 ضربة، على 200 راح تجيكي. أنت وحظك مالكي قلتشت. دي يلا خيني جرب حظي. خي. أبو لك إيه والله قلت جيت لعمة على حظك يا نانو البوت لعمة يو الله ما لا مرة ثانية لك اثنين اثنين لا الله مستحيل إيش الحظ اللي عندك نانو نيالي يوي هيك عوضونا شوي تعي نانو تعي رجع درابي بلكي برجع بقلتش يلا نعمة شد وجهك نحس مبين من وجهه نحس يا وجه البومة أنا؟ هيك أنا؟ حلو منيح اجاني هذا الفستان صح لابسته عندي يا مؤقت بس هلا اجى دائم خلونا نجمع شو طلعنا بقلب الصناديق حلو وحده ماتيريال وخمسه بخاخ وهون طاقيتها لللبس الزهري كمان حلوه وهون كمان خمسه ماتيريال مو ماتيريال بخاخ وهون خمسة قطع كلاسيكي وألف قطعة ذهبية ممتاز هلا رح ألبس اللبسة الزهرية لأنه حبيتها كتير ليك وعلى ما أظن في طاقية لألة أخذناها من الصناديق كتير حلوة كتير 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 حلوة أنا حبيتها كتير وطاقيتها بتجنن يعني صاروا طقم هلا رح أحمل الأكيم تلجي أول شيء أنا خافي الأسلحة النارية تطلع على القائمة الرئيسية فعلتها هلأ واو كتير حلو عن جد حلو ولسه بدي أعمل انطقم مع الإنفور التلجية بس مو هلأ مالي حظ هلأ رح أطوره هاي أول تطويرة لإله صار ليفل 2 ولسه بعد عندي 100 ريال صار ليفل 3 وان شاء الله كمان رح اطوره للماكس ولهون بيكون انتهى الفيديو اصدقائي وما بعرف كان حظي حلو او بشع كتبوا لي تحت بالتعليقات اذا كان حظي حلو او لا وكمان لا تنسوا تدعموني بالشعبيه وهذا الاي دي وهيك بيكون وصلنا لنهايه الفيديو وانا كتير كتير بحبكم سلام